قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح البري باتجاه منفذ كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد الشاحنات اليوم 4 شاحنات تحمل مشتقات بترولية وتحديدا من مواد الغاز. والمزيد يطلعنا عليه الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. في هذه المتابعة الجديدة لتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أمام معبر رفح البري، نرصد ونتحدث حول استقبال المعبر على مدار اليوم ل4 شاحنات محملة بمشتقات بترولية وتحديدا من مواد الغاز. هذه الشاحنات القليلة على مدار اليوم إن دلت تدل على استمرار السياسة التعسفية والتعنت الإسرائيلي، سواء في الإجراءات من تباطؤ ورفض وإغلاق في أحيان كثيرة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية وأيضا المواد والأدوات الطبية للعلاج إلى المدنيين في قطاع غزة. هذه الحالة من التعنت يمكن تحدث عنها العديد من المنظمات والمؤسسات الأممية والدولية، وتحديدا مكاتب الأمم المتحدة المخصصة لشؤون تنسيق المساعدات الإنسانية، حول أنها انخفضت بنسبة تجاوزت 80% عن مايو الماضي، وذلك متجسد خلال الأيام السابقة في أيام إغلاق وأيام تباطؤ وأيام قلصت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة، وتحديدا من المواد الإغاثية والغذائية. هذا المشهد يتزامن مع استمرار سماع على مدار اليوم دوي انفجارات متعددة في أماكن متفرقة داخل القطاع، وهناك عدد من الأدخنة وأيضا سقوط المزيد من الشهداء. نتحدث عن قصف كثيف وأيضا كبير إلى عدد من الأماكن المتفرقة داخل قطاع غزة، سواء في الوسط جنوب النصيرات أو أيضا بعض الأحياء منها الزيتون وأيضا الأحياء المتعددة في جنوب القطاع، وذلك أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، والذين يقدر عددهم بأكثر من 40,000 شهيد منذ اندلاع هذه الحرب، وأيضا أكثر من 90,000 مصاب منذ اندلاع الأيام السابقة خلال هذه الحرب. ونحن الآن نتحدث، هناك سماع لدوي انفجارات عديدة في أماكن متفرقة من الجنوب وقريبة من موقعي هذا. هذه الأصوات على مدار اليوم لم تنقطع، سواء من القصف والغارات الإسرائيلية المستمرة على جنوب قطاع غزة. هذه الصورة بشكل كبير، وإليكم الكلمة.